واحدة الفيديو عندها في جوي، هذه في جوي برك عندها شهر، عندها شهر عقبته لكم الفيديو هذا، يهضر على المنحة اللي اعطاها تبون لمن ابو مازن. قد اعطاها؟ 30 مليون دولار، 30 مليون دولار، 30 مليون دولار. على بالك واش دير؟ على بالك واش دير ب 30 مليون دولار؟ تغطي الجزائر بالعدس، تغطي الجزائر بالعدس. 30 مليون دولار لمن عطاها؟ عطاها لابو مازن. على جال واش؟ لكي باش يعمر، يعمر الجنين اللي قصفتها اسرائيل. انا يا تخلي الشك، عادي تخلي الشك، عادي تخلي الشك. دوك تقولوا بالك حتى مهبول، والله تقولوا انتوا بالك حتى مهبول. انا يا تخلي الشك باللي ابو مازن زكاره يقول اسرائيل اقصف لنا البلاصه هذيك باش تبون يعطينا دراهم الحمراء. انا نشوف فيها كي معك، اقسم بالله راني نشوف فيها كي معك. هناك مؤامره على الخزينه تاع الحمره تاع الجزائريين، هناك مؤامره حقيقيه. يعني يقول له اسمع، اي روح اقصف لنا، اقصف لنا جنين، اقصف شويه غزه، يا نتنياهو يضرب شويه غزه، خلي نجيبوا شويه دراهم من الجزائر. يعني نشوف فيها كي معك، والله يا خاتي نشوف فيها كي معك. وتصرات ديما في جويه، اوت يا جويه، جويه ديما قصف جنين، قصف ترملا، قصف نمي، قصف زكي، قصف. علاش؟ باش يخرج تبون في جويه ويجبد الدراهم ويعطيهم لابو مازن. ومن بعد ابو مازن واش يدير بهم؟ يدير بهم العراس في اوت. يدير بهم عرس مفخفخ، يدير بهم عرس ابا 450 كبش. واحد من المنظومة الحاكمة في رام الله، العاصمة بين قوسين، العاصمة عاصمة فلسطين بين قوسين، وهي ولاية إسرائيل. نحشيو بعضنا بكلمة فلسطين، بك لا فلسطين لا نموي، ماشي انا نعترف بإسرائيل، لكن أرض الواقع تقول بلي راهي إسرائيلية. ضرب هذا هو أرض الواقع. نهار نوليو رجال، نهار نوليو رجالة ونعودو عندنا الخصاوي صح كيما اليهود، نخرجوا اليهود تاع نميات. بصح حنا ماناش رجال، نقلوا قيعانا ونقولوا باللي رام الله عاصمه القول، عاصمه فلسطين بين قوسين. هذه نقولوها كي معك، ديما في قوسين على خاطر ماشي فلسطين. وهذا يجي كلمه الحق، والحق يوجع. واش صرا؟ منظومة الحاكمة في رام الله داروا عرس الولد الواحد ورجل الأعمال تاعهم تاع النظام تاعهم بقداه؟ بمليون ونص دولار، مليون ونص دولار من أجل عرس واحد. قداش جابوا المغنيين؟ مغنيين كما نقولوا حنا عندنا في البلاد، جابوا الشعبي وجابوا القصبة وجابوا المالوف وجابوا ما على باليش انا قد جابوا، جابوا ثمن مغنيين. هذا واحد برك، هذا واحد من العصابة، واحد من العصابة تاع فلسطين. هذه جاي نجيب لكم، نجيب لكم الفيديو تاع الاول تاع تاع الدراهم تاع دولاري للمصابين اندلع بين مقاومين وجيش. هذه في الجنين في جويني. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تنقل طواقمه لعين المكان لإسعاف المصابين، فيما تشير الأخبار الأولية استشهاد شابين في عملية الاقتحام. في خبر ذي سلة، أعلنت الجزائر تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة جنين في أعقاب العدوان الصهيوني الغاشم. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر منح معونة قدرها 30 مليون دولارا للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي. 30 مليون فرطاجي أخواتي اللايف، خليو الزوايل الدوير تاع الحمرة تاع الجزائريين يجيو يشوفوا اللايف. 30 مليون عطاها وكتاش في جوي؟ درك انا نقول لكم الاموال هذيك لا راحت للجنين لا نمي،
لا جنين لا والو، ها هي وين راحت الاموال، ها هي الاموال وين راحت. أضخم عرس شعبي في الشرق الأوسط، هكذا وصف معلقون حفلا أقيم على مساحة 38 دنما أي حوالي 38 ألف متر مربع في بلدة بيت عور برام الله في فلسطين. طبعا احنا اليوم من رايحين على أضخم عرس فلسطين أو حتى في الوطن العربي. مشاهد زفاف نجل أحد رجال الأعمال الفلسطيني أظهرت بذخا لا يصدق، إذ قال شهود عيان إنه تم طهي حوالي 450 خروفا وأكثر من طن ونصف طن من الشاورما وطن من الحلويات، فضلا عن حوالي اسمع الشاورما حوالي 450 خروفا واكثر من طن ونصف الطن من الشاورما وطن من الحلويات، فضلا عن حوالي 6 اطنان من الفواكه. طن ونص تاع شاورما، طن تاع الفواكه، 450 خروف بدراهم الحمرة، شاورما على بالك، طن ونص تاع شاورما يا ربك. الجزائري كحل ما يعرفش حتى ربي شامر وشاورما واش معناها. مغنيين على بالك بدا 8 تاع المطربين، المساحة اللي داروا فيها 38 قطاع بلاصة تاع العرس. يا وين راحوا جماعة مع فلسطين؟ يا وين كماها؟ ها باتناها في باتنا وفي 48 ولاية في الجزائر كيديروا العرس، كيديروا العرس، يذبحوا خروف، خروف، يحطوا ميدة على الحطب فيها ثلاث رجلين ويحط لك هذاك الشخشوخة، الشخشوخة هذيك سرا مقطعة وفوقها وش يحط لك، يحط لك فوقها الكردوس تاع الحم، والمجمع ما ديرش فيه ربعة، ها دير ستة، راه القاشي بزاف دير ستة، في المجمع دير ستة. المائدة هذيك الصغيرة اللي فيها ثلاث رجلين هذيك خاطر كنت كيسة تتقلب، لا تقلبت بات بلا عشاء، يا إلا تقلبت تباتوا على نمي تباتوا بلا عشاء، فيها كردوس صغير نصه شحمة وفي نصه لحم، ويحط لك ستة من الناس. هذا العرس عندنا في الجزائر، ستة من الناس وسلطة، سلطة خيزيو قد يدلك، يدلك ربع ريشات ونص وفوقها مزوج شقفات طماطم وربع حبات زيتون، يعني الزيتونات كاينين ربع الزيتون على بالك. حنا الزيتون، حنا الزيتون شغل بيستاش في الجزائر غالي شويه ربك، الزيتون في الجزائر تقول بيستاش، كاينه شجره واحده تاع الزيتون في الجزائر، على خاطر في العرس في السلطة يحط لك ربع حبات، والمجمع فيه ستة من الناس، إباب يا رام الله يديروا بالطن بالطن ونص نتاع شاورما. المعارض على بالك قد المعارض قد عرضوا من الناس. اسمع اسمع المعارض قد مشاهد زفاف نجل أحد رجال الأعمال الفلسطينيين أظهرت بذخا لا يصدق، إذ قال شهود عيان إنه تم طهي حوالي 450 خروفا وأكثر من طن ونصف الطن من الشاورما وطن من الحلويات، فضلا عن حوالي 6 أطنان من الفواكه، فيما قدرت أعداد الحضور بأكثر من 60 ألف شخص. الحفل الذي أشرف على تنظيمه 60 ألف، 60 ألف اللي كلاو في العرس، هما مش كلاو بالدراهم تاع الفلسطينيين، بالدراهم تاع الزويل تاع لي زالجيريان حاشا الاحرار، بالدراهم تاع الزويل، بالدراهم تاع الزويل كلاو 450 خروف وطن ونص نتاع الشاورما وطن تاع البقلاوه، وقديه نعرف قديه قال ثلاثه تاع طن تاع 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 الفواكه، ما عرفتش راكم سمعتوا قديه قال. وحنايا اقسم بالله مجمع يحط لك مائده فيها ثلاث رجلين من تحت
وحط بوها سينيه فهمت، وقلت لك بكله ياي شوف من البعره لحمره من الشرق للغرب بكل عقليه واحده بكل عقليه واحده يجيب لك شويه شوربه شوربه هذيك على بالك مع يحطوا لها من الشوربه هذيك بداو كل يدزوا فيها في زبل مغارف على بالك شكون يدز المغرف الاول لك شمن يلقى طرف اللحم تاع الجاج صغير والله يلقاك والله يلقى كعبر كعبوره تاع كفته هذيك الكعبوره عرفت هذيك مكركبه هذيك تاع اللحم مرحي ويبداو يدز فيها وهي ما تحبش تتقص اي كول بركه كول بركه سعاد كون عليا ها لي يكون برك ماشي مشكل ها سعيد تلقى ها تبدا عليا هي ماشي مشكل اخويا عطيت ها كليت انت الحمى المويا كليت الحمى كليت الحمى وتنوض قادر قادر نيكو بعضهم بسكاكن على جرب طار تاع الحمى هذاك وفيها راملة طن ونص تاع شاورما يا ربك. وعندنا في الجزائر الناس تتقابض على 150 غرام لحم في مجمع فيه سته من الحمره صدق أو لا تصدق والناس تدري وتدرك وتعلم جيدا وتعي ما أقول ولي يقول أنه الطهار يكذب يكتب طهار يكذب ترى شو نشوفها ذوك يبولوا عليك الأحرار أنا أقسم بالله يا خوتي في العرس الناس متبجوا في عرس الناس متبجوا الناس تبات بالشر الفلسطيني يعرض 60,000 عريض 60,000 علاش على خاطر عنده دراهم الزوايل دراهم الجزائريين الدواب حاجه الاحرام والله نقول فيها بكل اسف وألم 60,000 في عرس مطربين 8 سمانه هما ياكلوا عده ايام العرس هذا عنده اسبوع بدراهم الحمرة ولا بعرة أعيد وأكرر إنها بدراهم الحمرة ولا بعرة العدس ما كانش نعاونوا حنايا غزة باش نعاونوا غزة نعاونوها بالأدوات المدرسية أقسم بالله يا خاوتي غير الأدوات المدرسية والكارت اللي يخدموا به المطابع الكتب والله اللي تسعى مازال ما جاش ما كانش روحوا اكتبوا متى يكون الدخول المدرسي للجزائريين للاطفال في الجزائر ما كانش الدور ما كانش النظام مازال ما حطش وقتاش يدخلوا حنايا لهنايا حاطين لوسات ولا لويت يدخلوا ولا يقراوا العالم كامل ادخل كاتبين باللي الاطفال الصغار كنهار فولين يدخلوا يقراوا غير في الجزائر على بالك باللي لارون طريت على القرايه تاع الجزائريين ما عندهاش دات ما كانش مازال مش حاطين علاش بخاطر ما كانش الادوات ادوات مازال تستناو فيها تجي من الخارج ما نعرفوا نخدموا والو على ننتظر الخشيبات الخريصات تجيبوها منا في البابر يا ربك ننتظر في الكارت يجيبوه لنا من اسبانيا والحبر يجيبوه لنا من فرنسا والمدور يجيبوه لنا من طليان وحنايا بلاد البترول وبلاد الغاز وبلاد ديامون بلاد الورانيوم بلاد لالا